ننتقل إلى مصر مع ممثلة قدرت تسيطر بقوة على خشبة المسرح وتتربع ملكة على عرش التمثيل بمئات الأعمال اللي قدمتها. بطلب من الإعلامية مها سلمى والإعلامي الدكتور جمال فياض يتفضلوا على المسرح ويعرفونا على المكرمة. مساء الخير. مساء الخير. اليوم وبهاللحظة هاي أنا بعتبر حالي أسعد شخص بين كل الموجودين، لأن أنا أكثر واحد أؤمن بالوطن العربي الكبير، والوطن العربي الكبير موجود اليوم هون، وتحديداً اليوم باللي عم بيصير بمصر. حابب أقول تحيا مصر، تحيا مصر، واللي عم نكرمها اليوم وجه من وجوه مصر الحلوة، وجه من وجوه الجمال بمصر، وتحية لروح الراحل الفنان حسن مصطفى الكبير. حسن مصطفى هاللي هي رفيقة دربه، هي عروس الكوميديا المصرية، الجمال اليوناني والمصري العريقة، بشغف وحب الفن قدرت تعمل عيلة حلوة، نورة نجلة لمصر الحبيبة، لميمي جمال أحلى تحية. أهلا وسهلا، نورت بيروت. يا سلام، هو احنا حنلاقي عريس أحسن من كده فين؟ شفتك وانت بتبص لها، عينيك فضحتك. جوزي جوزي، وشوفوا لكم شقة تتلموا فيه. أنا متشكرة قوي يا جماعة. أولاً أنا فرحانة قوي إن أنا في وسطيكم، لأني أنا بحبكم قوي بصراحة، وحاسة كده إن الإحساس متبادل، معرفش إزاي. أنا طبعاً لما باجي لبنان ببقى فرحانة، ببقى حاسة إنها بلدي، ببقى حاسة إن أنتوا كلكم حضن دافي كده بيحضن الفنان حقيقي، الكوميديان الجد اللي بيقول كله انتوا بتتفرجوا على كل حاجه، وبحس من قلبي ان انتوا يعني حافظين حاجتنا كمان، يعني في الحاجات اللي احنا عاملينها. فانا سعيده جدا بوجودي معاكم، سعيده قوي بالدكتور هيراتش طبعا اخويا وصديقي وانسان جميل بالنسبه لي. والسنه دي انا جيت السنه اللي فاتت كنت جايه بس حصلت لي ظروف، انما السنه دي انا صممت ان انا اجي عشان أشوفكم أولاً وأقول لكم شكراً 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 شكراً. ألف ألف مبروك.